استقبال الفاتحين هو ما حضرته مدينة أباشة حضرة ولاية وداي لابنها وأمينها العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ عباس عبد الكريم بدر الذي عاد من العاصمة أنجمنا بعد مشاركته في اجتماع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع الأمناء العامون للحركة الوطنية للإنقاذ بمختلف الولايات. استقبال يجسد القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بوداي، وهذا ما أكده أحد المناضلين في خطابه الترحيبي بعودة عباس عبد الكريم بدر. لحظات السعادة بعودة الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ رافقها ترقب المناضلين لرسالة رئيس الجمهورية، فأوصل الأمين العام الإقليمي الكلام. ما هذه بنا مزبزبين وترم منكم انتو اخواني واخواتي ملتاحنا وداي ساعدوني شان نرفول حنبول ساعدوني خليني شوري شوري سنة يبقى داري فاتي لكل زو انا علوم مبسوط شفت البراد لان مختني كده ما في معارضة عن باكر تدوكينا لعنينا في البقى. الباب مفتوح للوفاق والاتفاق واغلاق صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة سماتها الافكار الايجابية والبناءة، هذا ما دعا وطلب إليه عباس عبد الكريم بدر. أتكلم لكم ده علوم قاعدين في وكيل الناس قاعدين في مناسك الحج نطلب وثم نطلب من كل الإخوان اللي عندهم أفكار شنيعة خليها غيروها وأنا مسامي لكل إنسان. هنا ينتهي الكلام وتمتد الأيادي للسموحة والسلام، هذا ما تنتهج وترمي إليه الجمهورية الرابعة.